مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في كوزين لينا. اليوم نروح نديرو قطايف على كريم دو بولي. تبعوا معايا تشوفوا المقادير. لازمنا القطايف، البصل، الثوم، الدجاج، فرماج طازج، فلفل كحل، سانوج، الملح، الكركم، بيان ايفيدامون لا مارغارين لينا وزيت لينور. دوك تبعوا معنا تشوفوا طريقة التحضير. نبداو ندوبو لا مارغارين لينا. في الكاسرول ندوبو لا مارغارين لينا اللي نستعملوها في القطايف، ونديرو شوية لا مارغارين في المقلاة اللي نديرو فيها لو بولي. ما نساوش نزيدو زيت لينور. اون فوا لا مارغارين تاعنا دابت، نديرو لو بولي. كيما على بالكم حتى يطيب لو بولي تاعنا باش نديرو لي زيبيس. اونترطون لا مارغارين تاعنا دابت، نروحو نخدمو القطايف. نفتحو القطايف بهاد الطريقة ونشمخوهم لا مارغارين. اون فوا شمخنا القطايف نحطوهم دو كوتي ونجوز نشوف لو بولي. نديرلو شوية بصل، شوية ثوم. دوك نديرو لي زيبيس، فلفل الكحل، الملح وشوية كركم، و على فان نزيدو لو فرماج فخي ونخليها تكمل طيابها. اونتخ تو نجيب ان بلاطو، ندير الزبدة بهاد الطريقة باش شدلنا لو بابيي. جيب لي زامبورتو بياس، القطايف ونحطهم بهاد الطريقة. لي زامبورتو بياس تاعكم عمروهم بالقطايف، اون فوا يطيبو واش يصرا يحبطو يولوكم دي غاليت. اون فوا عمرناهم دوك نديرو لهم شويه سانوج، نحطوهم فوق بوندون 10 مينوت ا 180 دوغري. من بعد ما طابو لي فيتي تاعنا زدنا فوقهم لا بريباراسيون او بولي، اون ا ديكوري بالسانوج. لي فيتي او بولي تاعنا راهم واجدين، ما تنساوش بنت الكوزينه مع مارغارين لينا.